منذ القدم كان للقمر دور كبير في حساب الأيام والأشهر، فكان العرب يعلمون بقدوم شهر رمضان المبارك ونهايته عن طريق دورة القمر. فالشهر القمري النجمي يبدأ بهلال وينتهي بهلال أيضا، ومدته تقدر بثلاثين يوما. الشهر القمري يبدأ بهلال وينتهي بهلال. طول الشهر القمري 29 أو 30 يوم، ويمكن تحديد هذا الأمر مسبقا عن طريق الحساب الفلكي. ويدور القمر حول الأرض في فترة زمنية مقدارها 27 يوم و7 ساعات و43 دقيقة و11 ثانية في مدار بيضاوي أقرب ما يكون إلى الاستدارة، ويقطع في كل ليلة القمر 13 درجة تقريبا، وتعرف هذه الفترة الزمنية بالشهر القمري النجمي. وحول ظروف رؤية هلال شهر شوال القادم، كان لنا لقاء مع عميد علم الفلك في الكويت والخليج الدكتور صالح العجيري. عيد الفطر السعيد اللي هو أول شوال سيكون في يوم الأربعاء 6/7/2016. بالنسبة لهلال هذا الشهر، هو أنه الولادة الهلال ستكون في يوم الاثنين عصرا الساعة 2:01، و في المساء يغرب القمر قبل غروب الشمس بثمان دقائق. بعد ذلك مساء الثلاثاء يغرب القمر بعد غروب الشمس 45 دقيقة، أي أن القمر يمكث مقداره 45 دقيقة، وهو يعني مقدر يمكن لمشاهدته الهلال في بكل جلاء ووضوح. والسنة القمرية أقصر من السنة الشمسية بمقدار 11 يوم تقريبا، ولهذا السبب يتقدم شهر رمضان 11 يوم تقريبا في التقويم الميلادي، ويجوب الفصول الأربعة خلال 33 سنة قمرية ليكمل دورة كاملة، فتارة نصوم في الشتاء، ومرة في الخريف، ومرة في الصيف، ومرة في الربيع.